إذا كنت لم تشاهد كيف يتم صناعة الشباك المعدنية فإليك الطريقة التي يتم بها بهذه الآلة المميزة. يساعد هذا الطلاء من هذا النوع على منع احتراق هذه الأعشاب وأيضا يعطي منظرا جماليا كما تشاهدون. هنا يتم وضع القطع المعدنية وهذه الآلة تقوم بتفريغه بهذا الشكل الرائع. بعد أن يتم وضع البلاستيك في هذه الآلة تابعوا كيف يتم كبسه ليتحول إلى قارب من كلا الوجهين. هكذا يتم عمل السلاسل المعدنية كما ترون أمامكم. ما رأيكم بآلة التعدين الضخمة هذه والتي تقوم بتعدين هذه القطعة المعدنية الملتهبة؟ يمكنكم أن تشاهدوا كيف يدخل هنا هذا القميص ليخرج مكويا بالبخار بهذا الشكل الإبداعي. فرشاة واحدة قادرة على أن تجعل جانب الطريق لامعا ونظيفا جدا. لنشاهد كيف يتم صناعة السياج المعدني بهذا المكبس الذي يقوم بإنزال المعدن بقصه مباشرة بهذا الشكل، ولنتابع عملية تنظيف هذا الجدول وكيف يتم الحفاظ عليه وتسليكه لتمر المياه من جديد وأيضا تقطيع الأشجار. أما هنا يمكنكم أن تتابعوا هذه القطعة من السيليكون وكيف تقوم بزخرفة هذه الصحون الخزفية بشكل رائع، وهنا لنتابع عملية لف هذا التبن بهذا الشكل المميز على هذه الآلة. الأمر أشبه بالتحنيط. هذه الآلة يمكنك أن تقضي بقية حياتك وأنت تشاهدها وهي تعمل. لا أعتقد أن سيارتك ستصدأ بعد أن تأخذ حماماً في هذا المكان. هذه الطابعة ثلاثية الأبعاد يمكنكم أن تتابعوا كيف تقوم بتشكيل البلاستيك بهذا الشكل الاستثنائي. الأمر رائع عندما تشاهد كيف تعبأ علب المثلجات أو الآيس كريم. يمكنكم أن تتابعوا هنا هذه الآلة الرائعة لتعبئة الأكياس، فإنها تقوم بتعبئة 21 كيس بالرمل دفعة واحدة. يمكنكم أن تتابعوا هذه المكابح والتي من خلالها يمكن صيد وإيقاف السيارات الخاصة بالمجرمين، ولن نضيع وقتنا بالملاحقات بعد الآن. لنشاهد هذه المطرقة وماذا ستفعل بهذه القطعة المعدنية الملتهبة. إنه مكبس هيدروليكي قوي جدا. شاهدوا هنا عملية الرسم باستخدام المياه والنحت كما ترون. هذا الأمر رائع جدا.
لنتابع آلة التجسيس هذه والتي يمكن لعامل واحد أن يتحكم بها، وبعد أن يقوم بوضع الإسمنت تابع كيف تقوم بتجسيس الحائط بشكل مثالي ومميز كما ترون. هنا يمكنكم أن تتابعوا هذا المكبس وكيف سيقوم بهرس هذه الكمية من القطع حتى يقوم بإتلافها. الأمر مرض حقا كما تشاهدون، وهنا هذه الطابعة ثلاثية الأبعاد والتي تقوم بتحويل هذا الإسمنت لأشكال جميلة، ويمكن باستخدامها وعلى قطع أكبر أن يتم البناء. وهنا يمكنكم أن تتابعوا كيف يتم تعبئة أكياس المياه هذه بهذا الشكل. الأمر رائع عندما تشاهد كيف يتم صناعة هذا الخبز الرقيق. حسناً، شاهدوا كيف يتم الرسم على الأقمشة بواسطة الليزر بطريقة مذهلة جداً. يمكنك أن تشاهد هذه الدفيئة التي من خلالها يتم زراعة الفطر. شاهد كيف ينمو بطريقة مميزة جداً. بإمكانكم أن تتابعوا هنا قوة هذه المياه بإزالة حتى الصباغة والدهان عن هذه القطعة المعدنية. يمكنكم أن تشاهدوا آلة التحطيم التي ستختفي تماماً أمام عينيك مع آلة التدمير هذه. لنتابع عملية تقليب التربة كيف تتم بطريقة رائعة ومرضية حقا كما تشاهدون. إن عملية قطف هذه النباتات وحصادها لأمر رائع جدا، شاهدوا كيف يتم الأمر. لنتابع هنا عملية تقشير هذه الكابلات والتي تكون سميكة بهذا الشكل. الأمر ممتع للغاية كما ترون. يبدو رائعاً أن تشاهد عملية تغليف هذه القطعة بهذا الشكل كما ترون، ويبدو الأمر مستحيلاً لوهلة. يمكنكم أن تتابعوا هذا المكبس والذي يقوم بثني هذه القطعة المعدنية على الشكل المطلوب، وهنا يمكنكم أن تتابعوا كيف يتم تعدين هذه القطعة المعدنية العملاقة وجعلها بشكل مخروطي أو شكل اسطواني. لنتابع. يمكنكم أن تشاهدوا هنا هذه الماكينة والتي بها ذراعين تقوم بإنزال هذا العجين لعمل النودلز في هذه المياه الساخنة. لنتابع هنا كيف يتم صناعة المشاعات وكيف يتم قص هذا المعدن وصفه بهذا الشكل الدقيق والمميز. يتم إدخال هذه الجذوع لتحويلها إلى أوراق خشبية، فتابعوا كيف يتم الأمر. آلة ثني المعادن هذه تشعرك بالرضا حقا.
يمكنك أن تشاهد هنا كيف يتم ثقب هذه القطع المعدنية بسلاسة وسهولة وبهذه الآلة كما ترون. إنها طريقة ذكية ومبتكرة لإصلاح الأنابيب الخرسانية باستخدام هذه التقنية الرائعة. ما رأيكم بأداة الحصاد هذه؟ كم تبدو مميزة؟ وكيف تقوم باقتلاع النباتات والجزر من الأرض بهذا الشكل؟ تابعوا هنا كيفية ثني هذه الملابس وطيها آليا بهذه الآلة الرائعة. من الرائع جدا مشاهدة هذا الرشاش وهو يقوم بسقي المياه، الأمر رائع للغاية. لنشاهد عملية تنظيف هذه القطاع المعدنية كيف تتم بعد وضعها بهذه الحجارة للصقل. يبدو الأمر وكأنك داخل ساعة عملاقة تابع التزامن لمرور هذه القطع. يمكنكم أن تشاهدوا هذه الشفرات القوية والتي تعمل بسرعة الصوت كيف تقوم بتقطيع هذه الخضروات. وهنا عملية نحت هذا الخندق أو هذا النفق الخاص بالمترو، وبهذه الطريقة يمكنكم أن تشاهدوا كيف يتم جعله مقوسا بهذه الطريقة. يمكنكم أن تتابعوا هنا كيف يتم نفخ هذا الزجاج البلاستيكي لعمل القارورات العملاقة التي يتم تعبئة الماء بها. عملية خراطة رائعة لهذه الأوعية الخاصة بالطبخ. يمكنكم أن تشاهدوا كيف يتم غزل وخياطة هذه القشاطات أو ما تسمى الأحزمة القماشية. وهنا يمكنكم أن تتابعوا كيف يتم عمل هذه اللفات بهذه الماكينة. وهنا عملية تشصيص الحائط تتم بشكل رائع بهذه الآلات. لنتابع كيف يتم العمل لتكسير هذه الكمية من الإسمنت. أما هنا عند نقل أي شجرة ببساطة يتم غرس هذا الحفار ليقتلعها من مكانها تماما، ومن ثم يقوم بنقلها إلى مكان آخر. ولا نترككم مع بعض الآلات والإبداعات الخاصة بالبشر. ونتمنى إن أعجبكم الفيديو ألا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ومميز ورائع لدينا.
أعزائي متابعي قناة هل تعلم؟ إذا أحببتم دعمنا لكي نستمر يمكنكم الضغط على الرابط في الوصف. أو على يوتيوب ثانكس.